أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله إلهي مهدي سواد مرك الهود كصلى الله بني أنا جو وناك سفرين حمد إسكريمين إلهي سبحانه وتعالى حكبريي إلهي نو نقدر قدام أنت مكوك وأنت فاع وحلو شيء جاية نحن نسعى تسلسلة حلقة أنا كجهل ليني فهمك الصحة إسلامك وعنو شقني وحنرو شقني قيبي كم إذا برشدة وأد موديد إني نع إسلامك لين عن أيكها أيك في عينه أوامر تيسة لكن أوامر أوحي إلهي كرهابي أي كنت كرف لا يان أيق مودي عبادو إنك سمينا يان أوامر تا إني كقافتومي كرتو نحارانتا أي كود عيان. ولذلك إن حلقة ذي نمانتو حنكاكس وقادن إن التدين كأوحالكم مقعبا هو التدين مخشوش أما التدين ظاهري أما شكلي معناها أصل كدينتا ظاهر كأي قفك كهستا أما شكل أهان لكن تطبيقي وحاد مودا قاسة وان شاكني أوامرت إلهي سبحانه وتعالى والقف في عينها إدتك صلاة ويتو كذان صنك ويسومان إن حاجك ويآذيان صدق ويلبحان لكن وحي إلهي كرابي او هاي اني قفكم مسلم كظلم اسك الى عليو انو حاران تعنن وحي الهي كحرنتمي ايو وحاليا با انو اسك سهلسدو. ولذلك حارانتن وقتر وي مخا يله ايدا ايا فسادنيسا ان حتى عبادته وي فسادنس بل سو خليرها عبادته اصل كيد وخا لو كين اني حارانت كاعليسو صلاه برك الله ان صلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر حمدي كاربيسا صلاه برك لو دهاي معناها وي حمدي ايا لمر هدي لك ارغتني صلاه تو كناي هل كان نقشك وضع حمانك وضع صلاة ديسة يا قطر كجرتو حلقيا وصلاة دينا الأقبالين با بحيال هدي مقبول أهال لهيت حمدي كريب لهيت واسكو حريهين صدرادت أيا وحادنا يساب برشيدة انت هذا بضنبا تدينك سو مخشوشك أو قشك كبوحة أما أو شكلك إسكاءه أيا دتك إيكوكا سومان قاسة عالم إسلامي أرماس أيا لقو امتحاني وحيافة فبضن أركيسا وقفك هدي أو آدي آد وقفير صدو إنه دين تيس إكامل نقانيس دين تنحل ذا أيضا إن لقاته وتدخلوا في سن مكافة دين تماها إن إلهي صلاة ديس أتوكتيد أنت حاران تأكشبيس ما وحال سيد إلهي كو أمر إن صلاة توكتيد أي وحال حاران تمي وحياه لقى حاران تمي ساس ذا ديد ما أنت حلقة ذا حنكسو قادني إن التدين المخشوش تدين كقشك كبوحة عند الأسر قيسك قيسك وحضر كيسا سألنا سعر إنه أسرة أخو قيسك مسلم كأه وحيو حكوت يرسني هاي دين تو كتيرسني هاي دين تأيا بأكوب الناس جبر أجنبي كأ وحكوب الناين أيوة دين إن وحال الدنيا السلطة ذا أما هجان كان إن دين تأيا هاي سال الدنيا وحال هي أمرك دين تأيا لو بهذا كلية ذاتك إن يبه هذا تدوي مخشوش كأ مركو دجال عكلي إن دين تلو بهاي هاي أمال أيام قيسوس كأنت بنا ولا بوقف مركي إذا دجال وحلي علوم ذا هلا تجو هلا ويديو فرين ما دعي ما دعين ماها دين تحل الدنيا شل إذا كوبا جورو إذا لو أساسي دين لو أساس وحدين تحقق صارت حقوق واجبات لا بد قصق بإسلي إسكول يهين لا بد أسمسه جودنا يان لكن مركو لب مركو حاليا بقى إنه قطنته ولذلك حارك إسا قيس صلاة أنك تجن نينك صلاة وقت كذا ما شاء الله صنق وسومية صدق ذو بحنيا جبار صدق وكله لكن حاران يكون جورا صبر إذا كنوا ليهين دول ذها أجور مركو إيمانه بين بالله شيء وحوي عارن سبريت كوارن دين وين دين كاثوليك قبته سبريت سبريشنك دين تاني ما قبته دين تاني وحيته هاي الإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان قبله وأنا كو هاي أم وأنا كو سيدا لكن أمد ل إن قيانة يكون نولادان كوه شيء وسكدة دعية قيس كان وحكون نوران كرا بين مركي الله شيء قال هذا اللي نولي هاي مركو أسيره قيس كوا دمي وذلك بقولك بسديتني أما سجاشن لهبا waxa qoysaska dumuu qolada xaraanta ku heshiisay way marka dadaynkooda aaw marka qofkaas aaw salaad qofka aaw gabar la qaba arkaysa xijaabkay wadata shaqligeeda ma sha Allah hadana waxa arkaysa iyadoo aroosada ka boodayso ama meelaha TikTok ku jirto iyadoo xijaabkeeda ku raxsinaysa arkaysa ku nikinaysa war diinta shaqli ma aha diinta ku gabadhi diinta ku tir xijaabka qaado xayaa ku amartay xishooda ku amartay diinta لكن أنا كقائد الدين تنين عن أتريد والله يدرك واسك أسترنا بس وحال غيابا قبل حجابا ومدة درت تسكو حجاب تكلي إني جرتو وصلاة أن تكم أن سومن
salaad ma tukato laakiin banaanka marka baxayso asturan tahay ayu dadayn tadayn kaas haysatid maxay tahay marka ilaahay ku amray xijaabka asaa ku amray salaada waxa halkeysa sidoo kale nin raga oo wadaad macnaa ka muuqato shaqliga diinta ka muuqato haddana xaaskiisa markuu la dhaqmayo xaas leesaa ninkan muxuu halkuu ka yimid xuquuqdeed ma siinayo waa dilaya waa ku tumanaya kaanna inay addoonta u qabaa war xuquuqdaa ilaahay kugu waajiba xaaska kuguma waajibinin haddii aad bixi weyso ilaahay bari kula xisaabtamayo marka salaadan aad tukanaysid iyo soonkan aad wadid iyo sunadan kaa muuqato haddaad xuquuqda aad bixi weyso sidoo kale waxa arkaysaa xuquuqda ilmihiisoo bixinaynin wadaad waa laa leeyahay oo macnaha wadaad markaan dhahay soomaalida nin kastoo tadayun ka muuqdo dabcan wadaadka tacriifu u baahanya laftigiisa wadaad iyo sheekh iyo in lakala saar iyo ow iyo wax magacyo kala leeyihin marka laakiin waxaan ka hadlayaa daahirka wax ka muuqdo qofka markii halkaas laga arko waxaa la leeyahay had soomaalida shakliga nin qamiis xiran iyo gar leh hadday arkaan wadaada u maleeyaan laakiin gar iyo qamiis maa wadaad lagu noqdaa maaha wadaadka waxa weeye qofka waxa weeye qofka diinta multasimka waxa weeye qofka diinta dabaqanaya diinta inuu isku dabaqo marka halkaasuu cararaya ilmihiisuu ka maqan yahay waxaa laga yaabaa laba sanuu maqan yahay gabadhii u qaba ma furno ma qabyo xuquuq ma siiyo balse waxaa laga yaabaa safkaas masaajidada markii la tagana soomaaliya meeshuu joogo afrika kenya iyo safka horuu safka kaga jira wardi u ahaayaa haya wardigaaga muxuu kuu taray xuquuqaa lagugu leeyay ilaahay subxana watacaala xuquuqda bini aadanka ma cafiyo xaqa ilaahay ka gashid ilaahay mabniyu waxaa la yidhaha xuquuqullahi mabniyatu bilmusaamaxa ilaahay subxana watacaala dembiga ka gashid mashiicada ilah ku jirta waxay ku dhisan tahay markastaba in lagu cafin karo in allaha laa yakfir an yushrika bihi wayakfir maa duuna dalik wax kasta kasoo haray shirkiga haddaa shirki ku dhimanin a ku geeriyoonin walciyaadu billah yakfir maa duuna dalik liman yashaa mashiicada ilah ku jirta laakiin lagama yaabo ilaahay inuu xaaskaaga xaqaa ka gashay cunugaaga xaqaa gashay in lagu dhaafo lagama yaabo ama jiiraankaaga xaqaa ka gashay idan dadka waxaas kaaga qaldan tadayunka shakliga marka oo usrada waxay tahay xuquuqdii xaaskiisa ma siinayo haddana diinti iyo ku fiican yihi waxaa laga yaabaa inuu meelaha ka muxaadaraya laga yaabaabo walmusiiba acdam mana iska maslaxaya xaaskiisa ma dhahay walaalii cafi xuqa kaa galay xataa ilaa xaqa iyadii la cafin kartay xaqa xataa waalidkeeda qaraabadeeda ma cafin karaan qaraabadeeda waxaa laga yaabaa waxyaraba ha sheegaan laakiin iyada kuu daran iyada waana ka qaadataa cafis gabar kale waxaa arkaysaa xijaabay wadataa tafsiiray dhegeysataa axaadiisa maanta dhan waxay ku mashquulsan tahay muxaadaraadka hadda ninkeeda xuquuqdeeda ma siinayso ninkeeda xuquuqda ku lahaa war muxaadaraadkan akhrinaysid iyo tafsiirka aad raacanaysid xaqa ka jiro ilaahay ma ku cadaabaya arrintaa laakiin xaq waa lagu cadaabayaa tafsiir maxaa u bara weyday ama aad daaci u naqan weyday ma lagu cadaabayo xaq waa fardu kifaaya weeye dacwada ilaahay subxana watacaala haddii qaar qumaan qaarka kale waa ka dhacaysaa laakiin xaq fardu cayn iyo fardi kifaaya haddii isku hor yimaadeen fardi caynka horeeyo arkaysaa ninaa kuusoo dacwan wuxuu ku leeyahay islaantiiyo saas weye xuquuqdii ma siiso waa iska baxdaa casharada aadaysaa maanta dhan guriga islaamay ku shirinaysaa maanta dhan duruusaa la bixina war ninka aawa xuquuqdiisa idan ma ninkaaga maga qaadata markaad tidhaahid maxaa gabadha diin wuxuu ku leeyay bismi illahi raxmaan raxiim iyadaaba casharada akhriso laakiin ninkeedii ayaa ah nabigan caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yihi jannatika iyo naartaada waxaa ninkaaga ninkaaga raalli garay kabaca dadka wax u sheeg ama wax u aruuri sadaqa u aruuri waxaad samey khayrkaad samaynaysid kow gurigaa ka bilaaba idan tadayunka shaqli u kaa naqda haddii aad maanta xijaab xiranta oo aad niqaab xiran tahay oo maanta dhan aa masaajidada joogtid oo aad dadka kaalmaynaysid laakiin gurigaaga oo xaqi absad oo ninka kugu laha aad gudaynin yaakhi tadayunka qalad mafhuum qalad haysta fahamka sax ahaa ma haysta islaamka maxay waxa kala saar laadahay fardi caynka iyo fardi kifaayada kala saar laadahay caynka waxaa ku ah idan usradii waxaa ku mida tadayunka shaqliga waxaa ka mid a umad dhan tukato ninka iyo naagta way tukadaan ahlu salaad way tafsiir xuquuq ilaah ma galaan laakiin wuxuu ku leeyahay ilmihayga qaahir u diray maxaa haye dowladda beena u sheegay wuxuu ku leyay aniga reer ilmihii waa raray waxaan u raray magaalada wadda carabaan geeyey laakiin wuxuu leeyay guri waa sii kareystay war guur haddaa rabta inaad guurtid dad gaalada ha qayaanin u sheeg waxaa tiraha waan guuray gurigiina qaata dheh nin odaya waxa u leeyay soomaaliya iska jiraa gurigiisna uu kareysan yahay ninkaas waxaa laga yaabaa soomaaliya jira masaajidka safka uru ku tukadaa intan xaaraana ugu socoto waa musiibo wey idan khalal ayaa jira oo ah fahamka diinta ayaa wuxuu naga naqday
مركي أي نقال إيو إيو تبر اعتماده إني راه يلقى تبر بدين لا 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 إسلام كاكو حكم غوري إسلام غوري وحال ربع إسلام كي لقى تبر عنو جاجا درتيد كوكا لأنه حكول لي برلمان كاكو جرا وابحي أم وزير وي المهيسة وحكول لي هاي العقو صوح هذي وحكول صوف رمسي وإلماء صوت درا والإلماء حاران تاسلينا وقضي بالحرام النبي عليه الصلاة والسلام أن يستجاب دعمك وقال له ملبسه حرام حديثك أها أقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيب وحير وقضي بالحرام إلما حتى حرام تلسي بك صوب حيسا هذا حبسي وقال يا وحق قال يا مركا نين لا يعني دولة لسا يا الميز حبسك وجران واجران وانا قانا وزير ساسا تدمي كاك قلدن مسؤولية اللي ويدنا دولة ما هنو حالو ويدنا أسردان إرهار كاقلوا كلكم راعين وكلكم مسؤول عن راعي فالرجل راعي في بيت أهلي ونبي عليه الصلاة والسلام انت دولة صومال لقوا يدينين وريركا قولوا يدينا ورقبت الآن وتدينك شكل كجرته وداد أه وهذا الحقوق دينك إذا بحنينين وحلي تدين والقف كان داد كان نمك إسقبة ودينت نقف عن مساجد ذا حاضر هايو لكن وحس دا مرة يعني سبريت كونون أما وح أن مركي لوفان قورك سي كرين هايو أما قورك القف كالكرين يسو دين تساس ما وتقولوا في سلم كافة دينتا وحوي وحي لقان ريبي ولذلك وهدرت اذا نهيتكم عن شيء نبوح له هذا وحني قريبه فاجتنبوه لكن وحي اذا امرتكم بشيء وحي فاتوا منه ما استطعتم اوامرتك سهلا يغتفر في الاوامر ما لا يغتفر في النواهي قطرت الا اذا وح نفس هذه وحيتاي حارات اسكمي الى لنا نينك انا ظالمك او لالك انا سياسي قتوق او صعبينا صلاتنا وكجرتا والصلاه هذا محترت هذيك ريبي كرينا ظالمك اكهرت والصلاه هذا محكاتر محكوترتي هذه اي حمده اي كريبي كرين وصلاد هذا محيكو يسون كذا محيكو تريا هدي وجيران كذا كنا بتقليدين هدي ودتك مصامن لمين تقولنا قبيل أسك عينيس قبيل هل قفض وكذ المي قبيل كيس أنا عينيسا والقبيل كنا هدي القصص فسم حسمينيسا قف كقاد هن كنت أجير نقف قبيل هن قف لأنها قبيلها كل عين ولا تزر وزيرة وزر أخرى إلى علية ودين بنيك كلا أسكلي غير كيس محكرتها ومصيبة نايس مركب تاسو مش نلقى قاري هدا تاسس كقدان قلد نفتي إيش هدانك هاتي هدان صحن توفيق إلهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.